تنا وحوي سورة الأعلى يذن ومكية بسم الله الرحمن الرحيم أيذن على الصحيح إن مكية تهوي أيذن مبادئ أي سورة هوركها اللهين كما فجأ وحيسكوا باللابني أمر ليس أمر يا إلهي تبارك وتعالى إن لا لنزهه نبي صلى الله عليه وسلم وحو أخرين شري سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وحاب أن يذنوا أخريو جمعة إنه أخريو صلاة الجمعة إنه كو أخريو عيدها إنه أخريو وتر كأوكل إنه أخريو وتر كالوضر يعني وحوي ركعتها هوري إنه أخريو سيدة النبي صلى الله عليه وسلم منان خاصة أي سين شري صلوات ربي وسلام عليه بركوات سورة دي سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعيد كستو هذا الكن وودع كرودن يعني سبح نزه وعب يدمنا شك فوقه اسم ربك ربك مجي عيسى ربك الأعلى يقص الري الذي ربك سو خلق أبو ري مخلوقات كرودن أو فسوى السمي أبور كود السمي وحكلا دير دير وحكلا تشيدا أنقردك والذي كاسو قدر قدري أو فهدا هنوني مخلوقات كي مركو أبو ري مقادير بو قدري قرشيال بو سمي كدبنا وحي أو قدري بو كهنوني أو تصي أو بري والذي متك أخرج سو ساري المرعى داق سو ساري داقي بعدول خلق سو ساري السقو قروح بدن ودلالة وشلعسن فجعله مركاسو وكردقي وقت كدب غثاء بوكردقي الدماء أما بربر بوكردقي أحوى أو مذوب هذي يعني مكو داق وحوقات شوقو وإنقاقيا كدبنا ودادنايا نلكو قليا كدبنا ومذوبانيا عرض عونيس طيب سبح اسم ربك الأعلى مركي سودكتي سيد النبي أن كسر صلى الله عليه وسلم أي رسولك وحر اجعلوها في سجودكم يعني سجودي نقلية سبحان ربي الأعلى وإن قد هنا مركا أي نسجود سنة هاي صلاة مركا سجود قلية والنبي صلى الله عليه وسلم مركي سودكتي فسبح باسم ربك العظيم النبي وحر صلى الله عليه وسلم ركوع قلية وإنك مركا مركا ركوع سنة دحنا سبحان ربي العظيم مركا آيادها سنقو عمل فلينا النبي قو إنا مريس إنا يعني وحوي سيدا سو إنا وقوش دي صلوات ربي والسلام عليه مركا فسبح سبح سبح يعني التسبيح سوى تسبيح ذا وحل إله ذا التنزيه يعني إنا إلهي كفو قيسو وحل وحي أن أقل من لمنان هديتهاي عيب هديتهاي وحل وحان مناسب كواهين وردن إنا تكفو قيسو مركا لذا سبحان الله بمعنى وحويان وتنزيه يا إلهي يتكفو قينيسو وح الله وحي أن مناسب كواهين مركا سيدا يالوه لأن التسبيح ذو وحي لها إلهي تبارك وتأذكارت إلهي آدو تحليه أي كم تهي مركا ربك التسبيح سوي سبح باسم ربك اسم ربك ذاسي وحي علم دولي وحف يعني إلا قدره سبح نزه ناطقا حالة تهميتكو هالليا اسم ربك ربك مجع عيسى أدوك وهالليا أدو ربك مجع عيسى حصية الله النزه الأعلى اللي هي وقو سريي سرين تربي تبارك وتعالى ذات أهم وقو سريي وصيد القرآن كم يلبضن كشر حي نبي قلنا أحاديثي سكفه فاهي الله تبارك وتعالى ذات يدس عرشي كسر ريسا طيب ميل والبمتشوغ ميل والبوتشوغ وخرافة واي وحبك متشرو سيد القرآن كو ينوش شيغي الله أدو مدي سوا كبحسين وكسر ريا لكن ما شاسو كلاص عضايا وكما مليا مركا الأعلى مخلوقي سوا كسر ريا وحكى لو أسرين تاسي سوق ليس يعني وحوي حق أودة وعلو قهر وغلبة أدو مدي سوا وكاق عن سر ريا ومعناه وحويان سيدو دونو كي يلاوة الأعلى وحسوق لي علو القدري إله الشرف كي سنة واسر ريا انت واسوق لي الله هاسي سرين تبضن أيا مركا هدنا لسيسي فييو أدو مدى إله وحو اسكو برايا أفعاشيس
والله أبوري يو أبوري لما شيئين عيد قوني لما شيئين سي أي عام النقط خلقه أبوري مخلوقات كي يرنوها ها أبوري مخلوقات كمركو أبوري خلق أبور كوضو سمي ها سيدة آيات كالإله كويري الذي أحسن كل شيء خلقه وحكستو إلهي وأبوري أبورستي سو سمي خلقه أبوري فسوى سمي يعني وحكا لدير دير أو إسهر ديني أو كالتشيت شيدا موسى كالدك ها وحكستو أبوري سيدي يموت لقلي يوحو أبوري واللودي ياريو إلهي تبارك وتعالى أبوري أسمي ويمعنى كدبنا والذي قدر فهدى وحاكم إذا إلهي صفات كيسة وحاكم إذا صفات الأفعال كيسة يعني تاسنا وليه إساقا أبوري أضومدنا السمي تنا إساقا إسكاله هو وقدري كدبنا وكوهنوني حلقة وضع يعني أضومد مدول بمرك الله أبوري الدون كان وحبا الله قد تلقى لي وحا الله قد تلقى لي وصمينا ولو قرشي والله قري ووح يعني وحو قونديسن مركو قوندي كدبنا الله تبارك وتعالى ادومدي وحا لو قونديي وحو بري او كهنونيي سي اي مصالح دودا الدنيا او غاري لهاين هذه ولو فيرسو مخلوق كسته هدو شمبريه هدو يحي مخو اهي حيوان كدول كسود هدو عيايان هدو بني ادم يحي هدو جن يحي هدو انس يحي حيوان كستا قابكو النولان لها قابكو الترمي لها قابكو اسو الدفاع لها ميشو كوهين لها يعني وحوي كل والقهنوني ها والقهنوني يعني وحوي يعني الله تبارك وتعالى وحو اسو قدري إن وحو صمين لها يسوء النولان لها يقرشه سين اللي قدره إسلامر كان الله بره ها إسلامر كان الله بره كل قد سداس ويا طيب وحل ياب لواي المها يركا مثل ما تكارت المها يركا مركو سا صودع هو يدي كصودع يعني وحبر يقرن ميس مركب واحد أركيسا أسوق عرب كنوغية مركب واحد رادين يا ناس كي هو يو ناس كي هو يا مركو هلو بل إنه صار لفتو عنها كسو نوغو أو سوتشي ضيا بري بني آدم كلية ماها حتى حيوانات كمركو إلمه صا أصدعه مركبوا حضر كيسا إسوقوا الرادينية يعني وحوي ناس كي الرادينية حضر مركو فرقة ككعو ماشي وهوية الناس كغية ليا يا تصي حضر مركو مدتشوغو وحوغا إنو فهمكو قد الله يا تصي حضر مدى مركو وحاس در كيسا أردن ووح يعني اللي قرشيي حضر إلهي أبري مصالح دي با مخلوقات كان إلهي كهنونيي هداية ذني مركب وهداية عامة ليده هذا أو مصالح دي نلش هذا أيام مخلوقات كالكهنونيي وحين لم يتهمد في سورة طه كشرتوك له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا الله وامتك مخلوقات كأبور كودسيي كذي من مصالح ذو كهنونيي مركب هداية عامة وعم أنواع الهدايات هداية النوعية ذا مد أوجو دوين واحد نوعي لهذا هداية هداية الدلالة والبيان باشرته هداية التوفيق باشرته تنا أوجو دوين مر الله سبحانه وتعالى وامدك صوص الرداقة هي الدلق وحيله رلك كسب بحي صوص را مركو صوص را كدي من الداق مركو حوجات شوجو ودوق أهذا وشلع سنادو وحير كدي بدبيشة كود عايز مركي دبيشة كود عدا كدي من وين جيجي مركو إن جيجي كدي من وضع ضنايا dulku seexanaya ama dulku ku daadanaya wax yar kadibna wuxuu noqonaya duma ama burbur buu noqonaya madoobaaday ha markuu burbur madoobaaday uu noqdo kadibna arada cunays saas uu ku baabaayo tayib sanuqriuka waan ku akhrisineyna fala tansa mahal mamis tanina wax wey nabiga sallallahu alayhi wasallam allah tabaaraka taala quraanka sida uu ugu fududeynayo marka quraanka lagu soo dajiyo inuu quraanka sidii loogu sheegay ugu soo dagay u akhriyo ilaahay baa u fududeynay sanuqriuka mid akhriyaanu ka dhigayna ama waan ku akhrisineyna quraanka oo fala tansa hal ma min mis illa ma sha Allah illa wuhu alla doona mooyaan innahu alle ya'lamu wuhu ogi al jahra wa haqarsun
iyo wamaa yakhfaa waxa qarso aljahra waxa muuqdadhe yaclamu wuxuu og yahay aljahra wixii muuqda iyo wamaa yakhfaa wixii qarsoonba uu ogsoon yahay. Wanuyasiruka waanu ku fududaynaynaa nebi maxamedow lilyusraa middii ugu fududayd middii ugu fududayd ayaanu kugu fududaynaynaa. Fadakir waani in nafacti dikraa, taasina waxay tilmaamaysaa nebiga sal alla lay wasalam yacni qur-aanka akhriskiisa waa loo fududaynaya, sida suurad kale meel kale ilaahay subxaanahu tabaaraka watacaala ku caddeeyey waa loo caddaynaya. Yacni Jibriil baa u marinaya, wuu ka daba marinayaa, waxba ka lumi maayaan, waa la akhrisiinayaa, mana halmaamayo rasuulku sal alla lay wasalam. Falaa tansaa, leanna aadamaha waxaa la yaqaanaa wixii uu bartay inuu halmaamo maya. Laakiin waxaa laga yaabaa nebiga sal alla lay wasalam qur-aanka inta lagu soo dejiyo qaar ka mid a haddana qarbigiisa in laga tiro waa wixii marka la doonayo in la bedelo, ilan qur-aan soo degay baa jira kadibna la bedelay oo meesha laga saaray ku kale lagu soo bedelay. Kaasi marka waa midda ilaahay uu suuratu lbaqara ku leeyahay, maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha. Wixii aayad ah ee aanu bedelo ama aan ku halmaansiino oo qalbigaaga aan ka saarno, mid ka khayr badan baan ku soo bedelaynaa ama mid la mida. Marka wax weye ilaa maa shaa allah waxay tilmaamaysaa waa qur-aanka akhriskiisa la nasakhayo ama nebiga qalbigiisa laga saarayo ee la bedelayo waay. Allah tabaaraka wa tacaala wixii muuqdana wuu ogyahay, wixii qarsoonna wuu ogyahay, waxba kama maqna, waxbana kama hoos bixi karo alle cilmigiisa tabaaraka wa tacaala. Sanuqri'uka waanu ku akhrisiinaynaa ama mid akhriyaanu kaa yeelaynaa qur-aanka, oo falaa tansaa halmaami maysid, waxba kaa hoos bixi maayaan, waa lagu uruurinaya macna ina calayna jamcahu wa qur-aanahu waay. Tayib, ilaa maa shaa allahu, iluu wuxuu alla doono mooyaane oo isagu uu ku halmaansiiyo mooyaane, innahu alle yaclamu wuxuu ogyahay aljahra wixii la muujisto, wax kastoo la muujisto addoommadu ay muujistaanna wuu ogyahay, wamaa kiina wuu ogyahay yakhfaa qarsoonaada, wixii addoommadu qarsadaan ama iyaga ka wada qarsoon ama qaar ka mid ay kala qarsadaanna ilaahay waa ogsoon, waxba kama qarsoona. Wanuyasiruka waanu ku fududaynaynaa, waxaa laga wadaa yacni isagii baa la fududaynayaayo tii fudayd ka badnayd baa loo fududaynaya. Waxaa laga wadaa khayrka iyo taacada iyo dariiqa jannada iyo towxiidka iyo wanaagga ayaanu kugu fududaynaynaa waay. Isaga ruuxa laftiisii baa la fududaynaya, yacni culayskii baa laga saaraya. Maxaa lagu fududaynayaa? Waxaa lagu fududaynayaa tii iyaduba fududaydba, oo waxaa laga wadaa taa iyaduba fudud dariiqada fudud waay. Dariiqada fudud waa dariiqada taacada, yacni wax weye towxiidka iyo taacada, ilaahay oo la caabudo, khayrkoo laga shaqeeyo, waa dariiqo fudud waay. Amaa dariiqada macaasida iyo dunuubta iyo shirkiga iyo xumaantu way culus tahay, lilcusra waay, iyaduna way culus tahay, waxayna gaadhsiinaysaa ruuxa naarta iyo wax culusna way gaadhsiinaysaa. Tan khayrkuna way fududdahay, wanaag iyo fudayd iyo janno iyo naxariisna way gaadhsiinaysaa. Tayib, marka waa dariiqadii fudaydka badnayd waay. Fadakir waani marka in nafacad hadday anfacayso addikra waanadu hadday anfacayso dadka waani, sayadakaru waxaa waana qaadanaya man yakhshaa ciddii baqaysa, cid ilaahay ka baqaysa ayaa waanada wax ku qaadan, wayatajannabuha waanada waxaa ka fogaanaya alashqaa kii ugu nasiib daraa, ka dadka ugu nasiib xun ayaa waanada ka fogaanaya, alladii kaasoo yaslaa gelaya annaara naartii gelaya alkubraa naaraha ugu weyneyd, thumma markaa kadibna laa yamuutu aan dhimanaynin fiihaa naartaa dhexeeda ku dhiman maayo, walaa yaxyaa mana noolaanayo, nolol qum yacni qumana noolaan maayo. Bimacnaa wax weeya nebiga waxaa lagu yidhi waanadu intay wax anfacayso dadka waani, maxaa laga wadaa waanadu caan bay ahayd oo nebigu dadka uu wada waaninayay oo uu caqli celinayay oo wax sheegiisu cid khaas kuma ahayn, laakiin waxaa laga wadaa marba waanada aada sheegayso aad og tahay inaysan faa'iido lahayn, waxba lagu qaadanayn, markaasoo kaleeto waxbaa isku dhibin weye macnaha, waa aayadda daahirkeeda saa haddii loo daayo weye macnaha. Oo nebigu marba wuxuu ogaanayaa, see ku ogaanayaa inaysan waanadan waxba anfacaynin, wuxuu ku ogaan karaa ama waa loo sheegi, sida mathalan Abu Jahal iyo Abu Lahab iyo rag baa loo sheegay inaysan waxba qaadanaynin, biacyaanihim inaysan waxba qaadanaynin, ama waxyi baa loogu sheegayaa, ama ma ahee
حالكو كأركيا روحاني معجزات كي مركي اللي هردك أو حلب الله شيء أو سوى البحلوق عدي إنه سوى حبق هذا إني بصوب حيس كان نوع عصو كليتا أمريكا وحبا حيس كل بني كعاد إسلادة هيوانة وحبو كو قادنا يا كاس واني ويمعنى وكا يعني وحويان أي ماذا السلف كي صحابه إليهن بمعنى عد علمي وحشيقي يفائدة ذات الشيقة يسيبة محوها السحن واستعمالي ساي أما أن وانا كو قادنين وحا أدو الشيقتاي يعني ليبن باكرد الله بمعنى فذكر واني إن فعد هدي أنفعيسو الذكرى واندو هدي أنفعيسو وددك أي وحوطة ريسو يعني كفا إذي سنيان يعني روح دو وحكو قادن يواي سيذكر يا وانا قادن يا مرك ددك إلهي كبقى روح إلهي يقان وآخره يقان وبقدين كتشرته وإسلم حو أهاي أما آخر ذادي أما محو أهاي حق ألي حقوق دي سيقودو يا يعني وحكاقة إيمان آخر ذاد عذاب عبسي داسي روحي كتشرته وحكو قاد ساسوي معنا يعني سيذكر وضوح حلقة وضوح حد وانا دا انتفاع صدوه إلهي إذن كيوا سيذكر وحا وانا قاتا من يخشى إذا بقيسا أو إلهي كبقيسا وإذا قلبك سنو لي هايوا ساسو معنا ويتجنبها وحا كفقانا يوانا دا وإساق وحبك قادنين أما وبكدر كاي إنو دا يستمر روابا أما حتى هدو مقلو انتفاع إذو كفقانا يا الأشقى متك أغن نصيب حن أدوان ضد روحة واندا يوحشيقة حق إلهي كإيماني سكعررة أما كدركة أما آن دنينين أما آن انتفاع سنين روحة سأقول نصيب حن الضومة محايا لي ماشو كسعده وعذابك إلهي عقوبة دي ستبارك وتعالى الذي كاسو يصلى قلي دونا النار النار بو قلي دونا الكبرى وحو قليا النار الكبرى نارتي أقوين إيد ناره ناره هو كلوويهن عقوبتها هي عذاب كوا كلوويه هاي مركا نارته وقوي نارها أيو قلي دونا وكو قبن دونا كدبنا نارته هدو قلو عادي وحالي يقال نروح نولا وح نولا هدي دبل قردو إني نفتو كبحضو كان ميا والله سلعنا ثم لا يموت مرد من يؤو فيستريحوي معنا وهدات لمتو وابد نص الله يتصوما كيريدو والنصيني طيب ولا فيها نار تدحي ذا كل من مايو ولا يحيى من النولان أيو نولق من النفع لنا النولان مايو واسل عيا قيرين اللهم أقولا وحي لم يتأيد ألا يدعو كلي لا يقضى عليهم فيموتوا لحكوم مايو ومركا دنتان حتى دمشا اللهم أقولا دمشا ذا يبتمنين أيام ها يعني وحوي وحي ويدي سنيا ورآن سيدان تدا تسيل عن ina dhimana daantay hana la dilo ya ka yeelayo wa marka mana dhimanayaan yaani nolol qiimo la nolol ma halkaas silcaas ay ku jiraan way macna kaasa marka ka fogaada dadka marka wax way aan diinta daneynin oo wacdiga daneynin oo wax sheega daneynin oo muxuu ahaay dhinac iska mariyay oo adduunyada ka raacay kuwa iyaga wa qad aflaha wa halibanay bu alayhi tabaaraku ta'ala man tazakka idda isdaahirisay وذكر حصة اسم ربه ربي جمعي عيسى حصة وفصل له كذي بل إسكبر دافي تؤثرون واحد دور بذيسان ودور نيسان الحياة نلشي الدنيا اللي ذتي أما دويت نلشي لو إذا هاد كوتشرتان تنا دور بذيسان وتضم به يدين تي نك دور بذيسان والحال بتسايل ليسان الآخرة مدة ضمبنا خير أي تامد كخير بدن مدة هوري وأبقى كتشوغيد بدن إلنا هذا كني لايدين كسو الشيكي لفي الصحفي وراقيه دحدودو كسوغي الأولى إيه الرئيسي صحفي إبراهيم إبراهيم وراقيه سي وموسى إيه موسى وراقيه سي أي كسوغي قد أفلح من تزكى وحوي روح اللي بانتي سوحي كحرانتا إنو إصداهيريو إصداهيرين دمع لغو دا إنو شركك إسكا داهيريو توحيدك إيمانك إسكو داهيريو إنو معصية دي ذنوب تسكت ظاهرية أو طاعة يسكت ظاهرية إنو ذنوب تسكت ظاهرية توبة يسكت ظاهرية إنو أخلاق ذحون يسكت ظاهرية يسكت نقه أو أخلاق ذو ناكسن يسكت ظاهرية روح إسداهرية بالليباني سورة الشمس ما نقول تجدونا الله تبارك وتعالى طبعا لا رود إن تور دارتي
أي وحوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ليبانت بني آدم كوحي كوشرتا نفتي سينو ظاهريو وحمانتك الظاهريو شقاء ذك بين أوبها انتهايو تزكى بالليه وشقاء ذك وشهول نتيجة لقاري كارو لكن شقاء ذك بين أوبها انتهاي إنو الروح إصداهريو سيداس في معنى كيد مركو أو مقع إلهي حسيك دبنته كذي صلاة داسي حسك إلهي إيا صلاة داسي وحا لقودا صلاة داها الشنطعة إيا لقودا ويمعنى الإمام من جرير يغير كسيدي دورنا يان بمعنى وحو الشنطة صلاة دود توسيي أو هقاتشيي ويمعنى مقع الربي قينا حسي ومقع الله تبارك وتعالى حسي وي. بل إسكبر دافي ماشي للربي إناد إلهي طاع عديس إيا توحيدك إيا خيرك إيا عبادة إيا صلاة إيا طاع عدا عدس كود داهيريسان وآخر دي إنا لنكاس آد منان تسيسان ماشي هالكا اللي دين كسوغا هي الدنيا دور بدين وآد كهر مريسين آخر دينا لبضو دانا لبال اسكو دور صدماها آخر ويكفي عنتهي الدونك وحا آخر يال إيا وحا الدونك يال مركا اللي اسكرب ديغو وحي سودك مي وحي سودك وطونا ماها وامد اللبادي چوغيد دردن كيدا شايق قيمهي سا يسيدو ويا لنا كان آخرا كفي عن عمتدى آخرو يمد الدنيا ذو كلا في عن عبيتان كآخرو يتأ الدنيا ذو كلا في عن قريها آخرو يتأ الدنيا ذو كلا في عن شهودا آخر الجوج جدنا يو يتأ الدنيا ذو كلا في عن خير واي تاسع كفي عن لأنك كلنا وأبقى كتشو جد بضنو تأ الدنيا ذو ويدمان إسا تا آخرنا ودائم وحلي صلي عمرك مرك عقلي جاك هذه هذا عقلتها وضوح قرانا يسو يعني وحويان شيء تجي يا شيء تشوجا يا كتشوجا يا الله دورتا لا بس شيء أو كلا في عنا كفي عن بالله دورتا وهذه عقلي جاكو في ويا هذه الشيء ده نكو قاتيو ده أضع مع عقلي جاكو بسكيري هاي ماشي دوه كدي بنا وحلي نوش شيء أرن كاسي اللي صوش شيء وحوكي لا صحفتي وراقه نبي موسى يا نبي إبراهيم كيو ككوي على سيدا أي ابن جرير إيوه ابن كثير علماء بضني أيليين أو تفسير كأ وحيليهن يعني إن هذا إشارة سية المان تاسي وحيكون عيسى مركا لقصه بالله قد أفلح قد أفلح من تزكى هل كان لقصه بالله إلا لقصه قال والآخرة خير وأبقى إن تاسي وحيكويا لين وراقه النبي موسى إيا النبي إبراهيم لقصه دكي بيكويا لين مقصود كي معناها كويا لي بولي ابن جرير عليه رحمة الله بمعنى وحوي هذا الكمرتداس هذا الكقيمة هاله سيدا أويا اللهي قرآن كان واكن وكاني صحفتي نبي موسى لقصه دكي نبي إبراهيم يجن السياسة وكلو أويا اللي معنا سيدا سويا يعني وحي كتب سيسا إنو يه هذا الآد يآد يآد قيمة بضنو كتبتي هورانا كويمد كتاب كن قرآن كان وكانو معنا علماء قرآن وحي إليه إن هذا سورة دور نمبا يقولنا قنس وسورة دور نمبا أي معنى هذه مضمون كذو حكوية لي صحف موسى وإبراهيم قد أفلح وحلي من حقيقي من تزكى عدي إصداهر سي ومحوها إصنادي في سي وحمانت إسكداهر سي وناقن إسكداهرية وذكر حصي أم حصوصتي اسم ربي ربي مقعيس وفصلى تكذي علماء قاربا وحي إليهن ذكر اسم ربه فصلى وتكبيرت صلاة عيدة هي فصلى صلاة عيدة كوفة سيران تاهرون بيسوكل بل إسكبرنا في تؤثيرون وحد دورنا إسان أما هور مرين إسان الحياة الدنيا نولشن الدنيا ذات مدة آخر كهور مرين إسان وأتكد دورنا إسان وكدور بدا إسان والحال الآخرة مدة دنبنا خير أي تهميدك خير بدن مدة هوري وأبقى كتشو جد بدن خير توي كفي عنتها واي واحد يسولك مما وأبقى نوا شريتانك بدينا ويدمان إسان بدينا ولقيت بشريسان إن هذا كني وخلنا هذا كان لصوشة جاي لفي الصحف وراقه بكتش غيه الأولى إيه الرئيسي صحف إبراهيم وموسى موسى إيه إبراهيم صحفته دي إيه وراقه دي بكتش غيه أرنك الله صوت المامي وأرن النبي يدو كالردحلين كتبتنا كي مد إلهي سود جي تبارك وتعالى هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.